الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. تتابعي جريدة أشواق، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حنا معاك، اللي من خلالها كنجاوبوا على الأسئلة ديالكم سواء كان شخصية عائلية أو مهنية. السؤال ديال اليوم طرحوه علينا العديد من الأمهات، وتيقول كيفاش نحبب ولدي في القراية ونعاونو يقرا؟ طريقة باش كنقدم لولدي القراية وسيختو الأستاذ أو الأستاذة ديالو، نحيدو من ديك الطريقة العجيبة ديالنا في الترهيب ديال غادي نقولها الأستاذ ديالك، غادي نقولها عليك الأستاذ، ناري لها شافك الأستاذ. بالعكس، نحبو في الأستاذ اللي كيقريه ديك المادة وفي الأستاذة اللي كتقريه، ونبريزونتيها ليه بطريقة زوينة بحيث أنها غادي تعاونو يوصل شي حاجة هو باغيها، ماشي واحد الإنسان اللي كيخاف منها. ثاني حاجة، نعلم ولدي يتعامل مع الأدوات ديالو، الديكسيونير، المقررات، الدفاتر، بحال اللي كيتعامل مع شي لعبة. ما يكونوش بالنسبه ليه شي حاجه ساكري ما خصهاش تقاس عندك، لا، نخليه يقيس ادواته، نخليه يلعب بهم، يخدم بهم، نعلمو كيفاش يخدم بالديكسيونير، بالكالكولاتريس، بكل شيء، يحاول يقيسهم باش يوليو اون بارتي دو لوي، ماشي شي حاجه اللي داير بينو وبينها الفرق. انكور الرغبه، ندعم الرغبه ديال ولدي في القرايه. كيفاش غادي نموتيفيه ونخليه يقرا؟ اولا نعترف بالمجهودات اللي كيدير، ماشي ما نقول ايوا صافي ما درتي والو، كان خصك دير حسن، علاش انا جبت وانت ما جبتيش، ما نبقاش نقارنو. ندعم الرغبه ديالو بانني نعترف بداك المجهود اللي دار، ونحط ليه صعوبات كبر شويه، مثلا الا جاب 7 يجيب 7.5، جاب 8 يجيب 8.5، ولكن صغيره اللي يقدر يتحداها. ماشي ولدي جايب 7 وانا كنطلب منه 10 وتجي قاصحه ما يقدرش عليها. يعني اوترومون غادي نقولوا ان هادشي اللي درتي مزيان، ولا درتي هادي غادي يكون احلى، ونبقى معاه غادي بشويه بشويه، ولكن ما نصعبش عليه الطريق بزاف. قد ما قدر ينجح، قد ما الثقه ديالو في راسو تزادت، وقد ما الرغبه للدراسه كبرات. نعلم ولدي يحدد اهداف، يعرف راسو شنو باغي يدير، ما يقراش بعشوائيه، يكون الهدف ديالو محدد. بحال مثلا اليوم غادي نخدموا الرياضيات، غادي نخدموا هاد الدرس، غنديروا فيه 1.5 ساعة، يعني الهدف ديالي يكون محدد. نعاون ولدي يحدد اهداف ديالو، ما يكونش كيخدم بطريقه عشوائيه وما عرفش راسو فين باغي يوصل. مثلا يعرف اين ماده غادي يخدم، شحال الوقت، الا غيخدم الرياضيات واش غياخذ فيها ساعه ولا نص ساعه، على حسب المستوى ديالو يكون عارف راسو شنو باغي يدير. اخر نقطه نبغي نناقشها هي الطريقه ديال التعلم ديال الدراري. الدراري نو سون با باغي، ماشي بحال، ماشي الطريقه باش غنعلم هذا الولد هو اللي غنعلم هذا الولد هو اللي غتعلم به الامه كامله، لا، كل ولد عنده طريقته في التعلم، عنده طرق كتساعدو انه يحصل بسرعه. اذا نحاول نجلس مع ولدي ونشوف واش كيعتمد اكثر على لي شيما، كيبغي نصايب ليه دي شيما، ولا كيعجبو نبقى نعاود ليه هذاك الشيء اللي كاين، ولا كيبغي يخدم بيدو ويصنع ويتحرك. يعني نعرف بالضبط اين التوجه كياخذ هذا الولد باش بهذيك الطريقه نكمل معاه ونشرح ليه اكثر فاكثر. كنتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم، كنتظركم تابعونا على جريده أشواق، حنا في انتظار اسئلتكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقه القادمه مع الكوتش جيان بوزيان وقناه أشواق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.